سوريا اللي صدرت محاضرات لكل العلم والأبجدية ابتلت بفترة أو حقبة من الزمن اللي تراجعت لورا وصارت تتأجل بفعل الحزب الواحد والفساد المستشري. الحزب هذا اللي بيطرح شعارات رنانة وشعارات إنسانية وبيطبق عكسها اللي عبارة عن مفسدين وفساد وعصابات والى اخره. الانسان بيعيش على امل كبير رابط بين الحريه وحريه الشعوب، فمن امل الانتفاضه او ما يسمى الثوره في بلدنا نحن بنتقدم لكل وقت الدم عم يصير في هذا البلد ونامل في الاصلاح والتغيير في اقرب وقت والشعب يحقق مطالبه. تخيل انه كل شخص حق يعبر عن رايه الحريه والكرامه طبعا وحقوقه. الشعب السوري بدا فوضته وهو مدرك لكل المخاطر ومدرك لمدى وحشيه وفشيه هذا النظام. يحيى الشعب السوري، رساله السلام اعتراف ضمن الحرب وكل رصاص الغنم وبدنا نتحرر. حسيت بقلق، طبعا الفرح المكبوت والخوف والقلق وكل الاحاسيس هذه سبب اني سوري رمزيا، سوري جديد، سوري بعرف سوريا من بعيد وعلى ارض سوريه مختلفه. حتى هسه الشعب بعده وحدي بس تسمع مهرجانات الجيش والشعبي بكمل مشوار البلد. كثير وتاملت انه هي الاحداث تنتج بشكل سريع تحقيق لكرامة الانسان السوري. تقول ليش العمى يا عين فوق الشقافين وليش الصبر يا عين ورحمة الله؟ اكيد مع الثورة وبنأيد الثورة وكثير بنوجه كثير يعني حزننا مع الشهداء اللي راحوا والشعب اللي ضحى وقدم هالنزولات من اجل أكثر إنه نحن هون بالجوليان مش قادرين نقدم لثورة أو لشباب الثورة أكثر من الدعم المعنوي، مش أكثر من نغير من الحركة، نحن كمان عنا ظلم وعنا دكتاتورية وعنا نظام أسوأ من الأنظمة العربية. فبيستحق الشعب السوري الأفضل، بيستحق الحرية الديمقراطية والتعددية ودولة بلدية. أمام هذه الثورة لا يوجد العديد من الخيارات. هذه الثورة إما أن تنتصر أو تنتحر، ولا مجال لها سوى الانتصار. بنجح الثورة السورية وحسيت انه الثورة رح تنجح. بتمنى انه الشعب السوري ياخذ حقوق اكثر، يطلع من القمع اللي موجود فيه، يصير في حرية التعبير وكل الاشياء اللي يعني بيريدها وبحقق كل المطالب اللي بده. وانا ببعث من هون رسالة للشباب السوري، نحن قلبا وقالبا معكم. النظام بالاخر بده يزول بس هي رح تكون خطوه لإلنا قدام شو لازم نعمل بعدين. تحرير الجولان مربوط بسقوط النظام. طيروا علي بالجولان، طيروا علي صوب الشام، طيروا علي يا حمام ودي لي اهل السلام، طيروا علي سهل بقاع رجع. ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام عبغداد والنهرين بين الدجلة والفرات. ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام من غزينا شط النيل بالصحراء والقرطاج. ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام. حرية للشعب السوري.